حياكم الله من جديد سادتي وأحبتي متابعي وجيهم بالحسين بنسخته الثالثة. وصلنا وإياكم إلى أحد المشتركين من إيران الناطقين باللغة العربية من الأهواز تحديداً، المشترك مهدي صادق. خلال مشاركتي في هذا البرنامج استفدت كثير من الأساتذة، وصراحة يعني زادني شرف أن أقف أمامهم وأقرأ القصيدة. فلما بداية شاركت في هذا المسابقة كانت أفكاري يعني في بعض الأحيان بالمجالس يعني أقرأ هيك وأقرأ هيك، لكن هسه بعد الملاحظات اللي حصلتها من الأساتذة الحمد لله زادني خبرة ويعني أكثر تسلط على المنبر. أكيد الحمد لله أنا يعني كنت أتدرب مع الأستاذ الكبير علي الخفاف والأستاذ أركان السلامي، حصلت كثير خبرات منهم لأنهم مبدعين في مجال الردة الحسينية صراحة، والحمد لله استفدت كثير يعني من هذه الفرصة. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. المتسابق مهدي صادق من الأهواز، العمر 23 سنة. خير ما نبتدي به مجلسنا هذا، الصلاة على محمد وآل محمد. الله على آل محمد. 23. ضامي محزونا لك عاشوراء، ضامي عطشانا يبكيك الماء، ضامي لا يكفيني فيك عزاء، ضامي ضامي. صل على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. ضامي محزونا لك عاشورا، ضامي عطشانا يبكيك الماء، ضامي محزونا لك عاشوراء، ضامي عطشانا يبكيك الماء، ضامي لا يكفيني فيك عزاء، ضامي ضامي. صح وياي، ضامي محزونا لك عاشورا، ضامي عطشانا يبكيك الماء، ضامي لا يكفيني فيك عزاء، ضامي ضامي. بعد مرة، ضامي محزونا لك عاشورا، ضامي عطشانا يبكيك الماء، ضامي محزونا لك عاشورا، ضامي عطشانا يبكيك الماء، ضامي لا يكفيني فيك عزاء، ضامي ضامي. أوي كل شي ابتدى من ذبحك، كل شي نزف ويجرحك، كل شي ابتدى من ذبحك، كل شي نزف ويجرحك، عليتك كل شي برمحك بيلضو، يلف صليت لجروحي لبست مصابك روحي، يلف صليت لجروحي لبست مصابك روحي، ها
هذا نعاشق ناحي وين غروب موقف شفوفي وصدري عشرة مجالس تدري قضيت لاجلك عمري بس نطوب هائم وهيامي في كل نواعي هائم برثائك أملكت سماعي هائم وهيامي في كل نواعي هائم برثائك أملكت سماعي هائم وبعشق ألطم أضلاعي ضامي 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 محزونا لك عاشورا ضامي عطشانا يبكيك الماء ضامي محزونا لك عاشورا ضامي عطشانا يبكيك الماء ضامي لا يكفيني فيك عزاء ضامي اسمع ها ضامي كل شي حزين وتولع بس يا جمال المصرع للشاعر الموفق السيد نبيل الموسوي كل شي حزين وتولع بس يا جمال المصرع جسمك جروح مرصع تروح كل ضربة ليك تعنت عافية بالجثة قاعدة تونت كل ضربة ليك تعنت بالجثة قاعدة تونت كل طعنة بيك انطعنت من غصور الله أكبر يا الله صارت نعشك والباري شايل عرشك جف المطر من عطشك بالسحور جف المطر من عطشك بالسحور طاهر يا من ذكرك يمحو سوئي طاهر يا سر صلاتي ووضوئي يا من ذكرك يمحو سوئي طاهر يا سر صلاتي ووضوئي طاهر من ذبحك أسقيت نشوئي ضامي جيت على القبر أقر الحمد مرة تعلى القبر أقرى الحمد مرة غرقت لبس ما لو خنقت نيل عبره ما بين القبر والرأس شمع عطرك يا من وقت الدفن بالجثة بس نحرك على الرأس الحامد أقرى هلو قبرك شفت رأسك غور السورة وانا بكترة شفت رأسك غور السورة وانا بكترة صلى الله عليه الله عليك الله عليك سنت والله حلو حلو أحسنتم سيدنا أبو عباس حبيبي أحسنت ملا مهدي أجاد يعني نص شعري حسيني ما بين الأدب العربي الفصيح والأدب الشعبي موضوع جميل يعني وموفق نتمنى له التوفيق إن شاء الله شكرا لكم نعم دكتور عماد الزبيدي أستاذنا تفضلوا أحسنت طيب الله أنفاسك حياك الله ملا مهدي صادق بالمرحلة الأولى كانت درجة لجنة الخبراء 76 ولجنة التحكيم 75
بالمرحلة الثانية هذا ثاني توافق يصير عليه بين لجنة الخبراء ولجنة التحكيم، طوك اللجنتين 83، يعني مستواك تحسن. أنا عندي بس نقطة واحدة عليك اللي هي بحلقة أمس طلبوا منك تشارك، ما قبلت تشارك، قلت أنا ما جاهز. أنا القصيدة ما كانت يعني أنت رادود، إذا واحد قال لك قبل ربع ساعة ونص ساعة عندك مجلس أصعد. أول مرة لازم أنت مستعد ومرتب حالك، يعني أنت جاي توصل تعبر هاي المراحل، المرحلة النهاية راح توصلها، يجوز اللجنة يقول لك هاي قصيدة قراها. لا أنا كصوت كنت جاهز، بس القصيدة يعني ما كان كاتبها الشاعر لهذا السبب، يعني ما كانت قصيدة قراها. بالمرة القادمة إن شاء الله، يعني لأن اللجنة كل ما تتقدم المراحل كل ما تبدي درجاتها تقييمها يختلف، يعني جزء المرحلة الأخيرة ما نعرف اللجنة التحكيم أو الخبراء ايش راح يطلبون، احتمال يعطيك قصيدة يكتب لك سي سعيد قصيدة ويلحن لك ياها الوند يقول لك يلا قراها، شو تجاوبه؟ شو تقول له؟ تقول له ما أقدر؟ فهاي تخليها بحساباتك تكون مستعد لها، وإن شاء الله احنا راح نشوفك لأن يعني باعتبار أنت متأهل إلى المرحلة النهائية، إن شاء الله نشوفك بالمرحلة النهائية وتكون أفضل وأحسن. وأحسن تبارك الله فيك. طيب الله دكتور عماد إن شاء الله تعالى. نعم أتذكر خل أقول لهذه بلي من رخصة عم أبو محسن الأساتذة، أنا 300 كيلومتر بالباص جاي، باص مو سيارة، وشيل الليف وحط الليف وبرد، وصلت إلى مدينة قم بالليل تعبان، وبالنهار طالع للدوام مشتغل أشتغل ورادود وجاي سفر، وصلت باب الحسينية هذا ابن الحلال هنا، وإذا أشوف سيد سعيد ويا 50 نفر بالباب منتظريني، قال لي هاي القصيدة أريدك وحق هاي السيدة معصومة تقراها هالليلة، صح لو لا عمي؟ صح. أنا جا قلت له خل أشرب استكانة شاي، هذني لازم واحد يخليهن بباله، زين لحنها شنو؟ ما يعني ما القصيدة الثانية إياها، ما أدري 20 دقيقة نص ساعة قعدت شربت الشاي تلحنت، ولحنها كان شوية عدة خبرة من عدها، يصير هالشكل. اليوم من أنت تأخذ الرتبة العالية من وجيها بالحسين باكر راح يعزموك للمجلس، هذا المجلس ما يقول لك أنت قصيدة ما محضر، أو لازم ضروري أنه الرادود دائما يكون قصيدة قصيدتين بجيبة موجودين. أعزائي أحبابي خدمة الحسين، أنت صعدت ذبية المستهل، الناس ما استوعبوا بالمجلس، ما قدروا يلطون، أبدله. هذه نقطة إن شاء الله تستفيد منها إن شاء الله تعالى. أستاذنا أبو محمد فضله، بين إيقاع الشعر القصيدة وإيقاع اللحن نغم وإيقاع اللطم، هذه ثلاث أنواع من الإيقاعات اللي لازم تتوافق بالأداء. هذا تعليقي على الرادود السابق مو على مهدي. يجينا مثلا رادود مهتم باللحن اهتمام، منهم طبعا مهدي مهتم باللحن، ويجي أكو مهتم بإظهار وعي الشعري بالنص، بين واضح عليه الأثر بالإيماءة بتعابير الوجه إنه هذا رادود شبي، هذا الرادود عنده وعي شعري. هسه إذا توفر شعر بالنص، ولكن لا ينسى إيقاع اللطم. أحسنت. حركة منظومة النط، أنت واحد صح قائد صاعد على درجات المنبر، ولكن ذولا بالمئات ومرات أكثر، ذولا إيقاعهم من اللي مشي الرادود. فرادودنا يجب أن ينتبه إلى ثلاث جوانب من جوانب الإيقاع، إيقاع النغمي والشعري، ولكن أيضا أحسن إيقاع اللطم يجب أن ينتبه له. بارك مهدي صادق رادود واعد، نتمنى له أن يوفق إلى هذا الشد إن شاء الله.
لأنه منظومة النطم يجب أن تشدها أنت من أول حكاية، من أول نغمة تسحبها إليك. إذا سحبتها إليك مش الطور ومش الشعر ومش هذا، لأنه هذا النشاط جماعي. صحيح القائد فرد، ولكن النشاط كله شنو؟ جماعي. أتمنى لك التوفيق ملا مهدي. شكرا لكم. انتبه ملا مهدي ترى قلت. يا الله. دكتور مخلص تفضلوا. يا الله. مهدي يعطيك ألف عافية إن شاء الله. اختيار الطبقة الصوتية كان مناسبا للمدى الصوتي المؤدى بذكاء وعاطفة وغني بالمشاعر. كان تطابق اللحن والمضمون والأداء مع الإيقاع كان جيدا. الجمل اللحنية قصيرة النغمات، حيوية الحركة والإيقاع جميل، أدى لجمال في اللحن ككل. الربط بين أجزاء القصيدة إيقاعيا كان مقبولا. اللحظة الدرامية كانت معايشة مع حركات الجسد والوجه واليدين. الحضور المنبري التمثيلي كان جيدا، سيطرة وجمال في الأداء. الأداء التكتيكي كان جيدا. المشهد العام كان ممتازا لولا النزلة. النزلة ما كانت بالقدر المطلوب، كانت فاضية من العاطفة وكانت عم تتعثر، ولكن المشهد العام جيدا. الله يتقبل منك إن شاء الله. أحسنتم أستاذ أبو زكريا تفضل. حياك الله عزيز سيدنا، شكرا جزيلا لك وشكرا لمهدي. طبعا هو أي مؤدي عندما يريد أن يشكل لوحته الفنية يجب أن يجعل هذه اللوحة جميع تفاصيلها منسجمة ومترابطة مع بعضها، يهتم تفاصيل هذه اللوحة. مهدي اليوم اللوحة اللي قدمها أشوفها لوحة رائعة، وأنا قلت يعني بالمرحلة الأولى والثانية قلت عنه هو مشروع رادود، يعني هو وقفته هيئته ذبته شمرته رادود، والآن أيضا هو رادود. قرأ القصيدة بتمكن حقيقة. أيضا هذا طبعا الأداء بهذه القصيدة أيضا يحتاج له إلى رعاية وعناية أكثر، باعتبار قاعد يقرأ فصيح ويقرأ أبيات شعبي ويرجع بالمقاصير إلى الفصيح ويسلم إلى المستهل. المستهل كان راكز ومستقر وجميل، الأبيات تصرف بها بشكل جميل وعبر بها تعبير رائع، وربط ما بين لغة الجسد وما بين الإيماءات والإشارات وما بين التصوير الصوتي والتعبير الصوتي. هذه الزخارف والوقوفات والهمس والشدة والارتفاع الطبقة الصوتية وانخفاض الطبقة الصوتية، كل هذين معايير للتعبير، وهو أجاد هذا التعبير. ثانيا حفاظ على الإيقاع سليم تماما، يعني رجوعا من الأبيات المقاصير وللمستهل، هذا كله تمام. فأنا يعني حقيقة هني، ولكن بالنزلة كانت إشارته لللطم خطأ، يعني كانت الإشارة ما اللطم تتأشر شكل واللطمة مكانها غير شكل. بعدين يعني يمكن ورد كم مقطع يا الله حققت الإيقاع اللطم الصحيح بالنسبة للنزلة. أنا هنيك يا مهدي، وأنت مشروع رادود متألق مبدع إن شاء الله، وراح أعطيك درجة الويندي ما راح يعطيك إياها أبدا. يلا شكرا لكم لجنتنا، بارك الله فيك، موفق إن شاء الله. ملا حبيبي أهلا وسهلا. اللجنة أعطتني الثناء، و يعني الحمد لله كنت متوقع هذا الشيء، لأنه القصيدة صراحة قصيدة قوية كلحن وكلام، والحمد لله والشكر هذا كله من فضل سيدي ومولاي الإمام الحسين.